اهلا وسهلا بك يا عزيزي في عالم الانهليشن اناسيتك، وهكلمك عن الفارماكو دايناميك بعد ما خلصنا رحله ممتعه في الفارماكو كاينيتكس، من اول بقى الابزوربشن ديستريبيوشن بمراحلها الخمسه اللي اتكلمنا فيها، وبعدين الميتابوليزم والاكسكريشن، وبعدين التوكسيستي، وكلمتك عن نيتروس من ناحيه كونسنتريشن افكت، سكند جاز افكت، ديفيوجن هايبوكسيا، نيتروس توكسيستي، وميزوكسفلورين توكسيستي. نبدا بقى نتكلم عن عالم الديناميك بتاع الانهليشنال اناسيتيك. هكلمك عن البوتنسي وعن الماك. بوتنسي مصطلح مش غريب علينا، خدناه في الجنرال فارم، وانا هناك قلت لك كل اللي بناخده لو كلينيكال ابلكيشن هتيجي في وقتها. ايه هو تعريف الماك بتاع اي غاز او فولاتايل ايجنت؟ بص معايا على الرسمه دي. اقل تركيز للانستيتيك ايجنت ده يا سيدي يكون موجود في الالفيولاي ينتج عنه ان البرين ينام. انا اصلا بدي الادويه دي ليه؟ انستيتيك. يعني ايه البرين ينام؟ يعني ما يحصلش اي موفمنت مع السيرجيكال انسيجن، الجراح يجي يشتغل يحط مشرطه عينك ما تتحركش. ده الترجمه الحرفيه بتاع ان عينك يكون نايم. طيب هل في كل العيانين؟ لا، ان 50% اوف ذا بيبل. اقل تركيز، ده اهم كلمه، من الايجنت اللي يعمل لك الايفكت ده. ايه حكايه 50% من البيبل؟ فاكر معايا الكيرف الجميل ده اللي خدناه في عالم الفارماكولوجي اللي هو كان اسمه دوز ريسبونس كيرف، كان بيعمل علاقه بين الدوز اوف ذا دراج وهنا هو انهليشن ولوغاريتم الريسبونس. فاكر قلت لك الريسبونس بيزيد كل ما تزود الدوز لغايه ما نوصل لنقطه معينه هي اعلى حاجه، اعلى ريسبونس الدواء بيجيبها، ونفترض ان هي مثلا 100% كنت سميتها الافيشنسي او الانترنسيك اكتيفيتي او الريسبونس. فاكر الكلام ده؟ وهو ده اللي كنت قلت عليها اي ماكس، ماكسيمم ريسبونس الدواء بيجيبه. الدوز اللي عندها بتعمل 50% من الريسبونس كان اسمها اي دي 50 افكتيف دوز، اللي عندها عملت 50% من الريسبونس. وادي الاي دي 50 بتاع الكيرف الازرق، وادي الاي دي 50 بتاع الكيرف الاحمر، وادي الاي دي 50 بتاع الكيرف البيربل. وقعدت اشرح لك بنعمل الكيرف ده ازاي. موست كومنلي الكيرف ده بيتعمل على عدد كبير من العيانين من البيشن، فبحسب جبنا الريسبونس في 50% من البيشن او من البيبل عند دوز كام. هو ده يا سيدي الاي دي 50. هنا في عالم الانريشنال بنقول على كلمه ماك. تقول تاني يعني ايه ماك؟ ماك هي ماك 50، المقصود بيها اي دي 50 برضه. مينيمم البولار كونسنتريشن، بتتكلم على اقل كونسنتريشن للدواء جوه الالفيولاي، ما ده دوز صح ولا لا؟ اللي عنده بتنيم 50% من البيبل، يعني في احتمال ان العين ده ينام بنسبه 50%. حلو، ادي الديفينيشن. بس في الديفينيشن في كلمه ات وان اتموسفيريك بريشر، وان بار يعني. طب جميل. الكيرف ده يا سيدي فاكر ما قعدنا نعمل عليه اناليسيس هناك في الجنرال فارماكولوجي، كنت بقول لك ادي اي وبي وسي، اعلى اتنين في الاي ماكس اي وبي زي بعض، فبنقول عليهم ان دول لهم هاير افشنسي زي بعض الاتنين، واقل افشنسي هو السي. اما ريجاردنج البوتنسي، البوتنسي غير الافشنسي، الافشنسي بص على اعلى ريسبونس، اما البوتنسي باصص على الريسبونس 50%، الدوز بقى اللي بتعمل لك القصه دي. فقلت لك الكيرف اللي ناحيه شمال اكتر هو اللي له بوتنسي اكتر، لان له اي دي 50 اقل، وهنا هنقول ماك اقل. ايه ده؟ يعني البوتنسي زي ما كانت بتتناسب عكسيا مع الاي دي 50، وانا بقول لك اي دي 50 هو الماك، يبقى اذا البوتنسي برضه هتتناسب عكسيا مع الماك. كل ما يكون الماك عالي كل ما يكون البوتنسي اقل. وما تقلقش هكلمك كتير قوي في موضوع الماك، هخليك شرب وشرب باذن الله عز وجل. وبالتالي كيرف ايه اللي هو لونه ازرق ده ناحيه الشمال اكتر، فده له هايست بوتنسي لان له اقل ماك. كيرف بي في النص ده ميدل بوتنسي، كيرف سي ده اقل بوتنسي لانه رايح ناحيه اليمين اكتر وله اي دي 50 عليه. حلو قوي. كاتب لك هنا وسيله لما اقول لك ماك المقصود بها ماك 50، لان انا عندي اذر فورم اوف ماك هتعرف عليه، وطبعا الماك تساوي الاي دي 50 زي ما قلت لك. تعال نكمل كلامنا على البوتنسي. البوتنسي تناسب عكسيا مع الماك زي ما قلت لك، لكنه بتناسب طرديا مع قيمه ثانيه الا وهي الليبيد سوليبيليتي. اصل انت في الاخر عندك دراج ايا كان الدراج ده اسمه انهريشنال او حاجه، وصل هذا الدراج الى التارجت اورجان بتاعه ومطلوب ان هو يبدا يعدي السلم برين بتاع الاورجان ده، واحنا عارفين عشان يعرف يعدي لازم يكون ليبيد سوليبل، فكل ما يعدي اكتر واقول عليه مور بوتنت، يبقى اذا طلعنا قاعده انه البوتنسي يتناسب طرديا مع ليبيد سوليبيليتي. حلو قوي. نعبر ازاي عن حكايه ليبيد سوليبيليتي دي بقى؟ فقالوا ايه رايكم لما اجيب لكم رقم ما يعبر عن الليبيد سوليبيليتي؟ قلنا زي الفل. قالوا عليه ايه؟ تيشو بلاد بارتيشن كوفيشنت. ده تاني بارتيشن كوفيشنت معانا، الاولاني كان اسمه بلاد جاز، صح كده؟ زي ما علمتك هناك حط علامه الاسم الجميله بتاعتك
وحط مين بص ومين مقام، عشان نقول ان الايجنت بتاعنا عرف يعدي سيمبرين ودخل كتير جوه التيشو، فهات لي نسبه ما بين التيشو كونسنتريشن من الانهيليشنال اناسيتك مقارنه بالبلاد كونسنتريشن من الانهيليشنال اناسيتك. لو لقينا ان تركيزنا جوه الخلايا اكتر بكتير من بره في البلاد، معناه ان انت مور ليبيد سوليبل ومور بوتنت. وانا زي ما قلت لحضرتك لما تيجي تتكلم على اي بارتيشن كوفيشنت، الاسم الاولاني بيتحط في البص والاسم الثاني بيتحط في المقام، زي ما عملنا مع البلاد جاز بالظبط كده. بلاد جاز كان اندكس للسوليبيليتي. لما نيجي بقى نحط كل الجمل اللي انا قلتها لك دي مع بعض في جمله واحده، هتلاقي نفسك طلعت بكونكلوجن منطقي وجميل جدا. البوتنسي حضرتك بتاع الانهيليشن اناسيتك تتناسب طرديه مع الليبيد سوليبيليتي، وبالتالي يتناسب طرديه مع التيشو بلاد بارتيشن كوفيشنت، يعني ده يعبر عن ده، لكنها تتناسب عكسيا مع الماك يا سيد الفاضل. المعادلة واحدة تلم لك علاقة البوتنسي بكل حاجة. بالمناسبة كلمة تيشو بلاد بارتيشن كوفيشنت بعض الكتب بيكتبوها كلمة اويل بلاد. ليه اويل؟ لان السيل ممبرين هو ده اهم حته في التيشو بنحكم بيها على البوتنسي بتاع دراج عارف يعديه ولا لا، بما انه اغلبه ليبد فساعات يقولوا ليبد او ساعات يقولوا كلمه اويل. فلو لقيت اويل في كتاب ماشي، بس طبعا الاسم الاحسن هو كلمه تيشو. قبل ما اختم معاك السلايد الجميله الرابعه دي، لما انا بقول اونست اوف ذا دراج ده فاليو، وما اقول البوتنسي اوف ذا دراج ده فاليو تاني. طبعا انت فاهم الدراج اللي هو الانهليشن اناسيتك او اي دراج تاني. الانست وذا دراج بالنسبه للانهليشن كنت بحكم عليها بحاجه اسمها بلاد جاز بارتيشن كوفيشن، وكان التناسب ما بينهم عكسي. البوتنسي احد الحاجات اللي بتعتمد عليها تيشو بلاد بارتيشن كوفيشن، والتناسب ما بينهم كان طردي، لان هيلعب علينا كتير قوي في الام سي كيو على الجمل دي، واحنا فاهمينها حلوه قوي، فبالتالي احنا ضمننا باذن الله. طبعا هما هيجيب لك ارقام، يعني مش هيقول لك انا عندي غاز عنده هاي بلاد جاز بارتيشن كوفيشن او فولاتاين عنده لو تيشو بلاد بارتيشن كوفيشن، هيقول لك ارقام ويقارن ما بين واحد واثنين وثلاثة. هنشوف مع بعض، هدربك على كل حاجه. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لالماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. بص بقى، موضوع الماك موضوع عملي جدا جدا جدا، زي كل حاجه بنحكيها، مفيش حاجه بنحكيها مش عملي الحمد لله، لكن في لبس كبير عند دكاتره التخدير غير دلوقتي. والله انا اذكر احد الزملاء بيتواصل معايا، مش معايا في الكورس يعني، وسالني سؤال بديهي جدا، يا دكتور هو الماك ده لما انا اقول مثلا الماك بتاع السيفو 2%، فهل ده معناه لما انا افتح السيفو على 1% وان ماك و2% 2 ماك و3% 3 ماك، يعني التدريج بتاع السيفو دايل في الفابورايزر بتاعه من 1 لـ 8، واحد دي يعني 1 ماك، 2 ماك، 3 ماك، 4 ماك، هل ده معناها كده؟ قلت له قطعا لا. فتعالى بقى احل لك الموضوع ده وفهمه لك بالراحه خالص. يعني ايه ماك اوف انهيليشن اناسيتك 2%؟ معناها لما بتيجي على الدايل بتاع الفابورايزر بتاع الانهيليشن اناسيتك وليكن السيفو، لما بتفتح التركيز بتاعك من الصفر لرقم 2%، ساعتها التركيز ده بتاع السيفو لما يكون في الالفيولاي هيكون ده اقل كونسنتريشن للسيفو، يؤدي ان البرين بتاع العيان ده ينام ويعمل لك الايفكت بتاعه اللي هو ديفينيشن اوف ماك. يعني من الاخر لما يقول لك الماك اوف سيفو 2، روح افتح للعيان ده سيفو على تركيز 2%. طب استنى، ممكن افتح سيفو 2% العيان وما ينامش يكون لسه بيتحرك؟ ليه؟ لان تعريف الماك ان ده كان 50% فقط من الناس اللي بيناموا على التركيز ده، ممكن يكون عيانك من ال 50% التانيين ما ناموش عليه، يعني محتاج اكتر. بدل ما تبقى 2 تبقى 2.5، 2.6 مثلا. حلو جدا. نرجع تاني لنقطه غايه في الجمال. قول لي الماك بتاع الانهيليشن اناسيتك اللي احنا بنستعمله يا سيدي. النيتراس 105%، يعني ايه؟ يعني عشان تنيم عيان بالنيتراس الون افتح تركيز 105%. عارف يعني ايه تركيز 105%؟ النيتراس لما بنقول تركيزه على طول يجي ببالك اكسجين، لان انا بعمل نسبه تناسب بين الاكسجين والنيتراس زي ما علمت حضرتك هناك في الفيزيكس، فاهمها لي اكتر. طيب لو انت رحت على فولاتايل ايجنت، عندك فيبرايزر وعندك دايل الناحيه دي وكده كده بيظبط لك الكونسنتريشن اللي انت عاوزه، لكن اجي على جاز زي نيتراس عيني ساعتها بتبقى على الاكسجين والنسبه والتناسب ما بينهم، يعني دول الجازس اللي انت بتديهم للعيان، اكسجين نيتراس ميكس. ففي واحد يقول انا هدي اكسجين نيتراس 50% 50%، عارف يعني ايه؟ يعني لو فتحت لتر من هنا
بقصده لتر من هنا، 2 لتر من هنا بقصده 2 لتر من هنا. في واحد يقول انا هدي 30% اكسجين 70% نيتروس، يعملها نسبة تلت وتلتين تقريبا، فغالبا هتبقى 33% وهنا 66%. ماشي، يعني انت تقدر تتحكم في الاكسجين نيتروس ريشيو. حلو، لما اجي بقى بقول لك عن النيتروس عشان تنيم بيه الون از انهيليشنال ايجنت، انت محتاج ماك، يعني محتاج اقل كونسنتريشن من النيتروس في الالفيولاي عشان نايم العيان. 105%، عارف ده معناها ايه؟ نو اوكسجين ويل بي جيفن للعيان. لما اتكلم عن النيتروس عين على الاكسجين معايا انا على طول، اسمها اوكسجين نيتروس ريشيو. ده انت يا راجل يا مؤمن مش بتدي 100%، ده انت اكتر من 100%. طبعا ده معناه ديس، ان العيان بتاعك هيكون مش باخد اكسجين خالص. هو فعلا عينه هينام، بس هينام بطريقه تانية، هينام فوق. عشان كده اكشلي عمرنا ما بننيم بالنيتروس از اسول اناسيتك. دي جمله في الام اس كيو، النيتروس دايما يجي كاديتيف اناسيتك مع الفولاتايل، لكن يبقى اناسيتك لوحده عشان ينيم محتاج 105%، وده معناه انك قافل اكسجين على العيان، معناه العيان ده هايبوكسيك ساينوز ديد. نيجي النقطه في غايه الخطوره، والله دكاترة التخدير ممكن يكون شغالين عشرات السنين وبيعملها كل يوم وهو مش واخد باله من حاجة اللي بيعملها. خير خضتنا يا دكتور طمني؟ لا خير ان شاء الله. بص يا جميل، معلومة الماك از اديتيف بمليار دولار مش مليون. ليه يعني؟ هقولك معناها ايه. قالوا لنا قاعدة كده، هدي اناسيتك غاز رقم واحد زائد اناسيتك ايجنت رقم اتنين. هفترض ان الاولاني نيتروس والتاني فولوتايل، احسن ما ينفعش غير كده. ليه؟ لان كل الاجهزه الجديده بتاعتنا بقت تمنع ان فولوتايل يتاخد مع فولوتايل، الشغل بتاع زمان ده خلاص، فبقى الاوبشن فولوتايل زائد جاز. طب مين الاناسيت الجاز؟ ما عنديش الا النيتروس دلوقتي، اكيد من زينو اللي بيستخدمه. طيب حلو، شفت الاساسيات لما تكون واضحه معاك شغلك بيبقى جميل، مرتب، نظيف، منطقي، وقفتك مختلفه جنب عيانك الحمد لله، اجابتك مختلفه في امتحانك الحمد لله، برزنتيشن مختلف جوه الاورال اكزام قدام الاكزامنر بتاعك الحمد لله. هل اقدر استفيد من ان انا فاتح نيتروس مع فولوتايل للعيان؟ جدا جدا. قول لي ازاي؟ لو انت فتحت نص ماك من النيتروس زائد نص ماك من الفولاتايل ايجنت التاني كانك فتح واحد ماك من اي واحد منهم. يعني ايه من اي واحد؟ بص يا حبيبي، هو انا دلوقتي لما ادي 1 ماك من اي اناسيتك سواء جاز او فولاتايل، ايه الاند ريزلت؟ برين ديبريشن، نو موفمنت اوزابيشن ويز سيرجيكال انسيجن. مش هو ده تعريفنا؟ صح، يعني الافكت واحد. لما انا افتح 1 ماك من الايزو العيان، وان ماك من الهلوسان العيان تاني، وان ماك من السيفو العيان تالت، وان ماك من الديسفلورين العيان رابع، مش ده وده وده وده. افترض ان كلهم كانوا في 50%، اللي هيحصل لهم الافكت ده هيبقوا في حاله من السن اس ديبريشن مع سيرجيكال انسيجن. ايوه، جمله جت في سنه من السنين بتاع الام سي كيو كل الناس حلتها غلط، والجمله كانت صح جدا. لما تقول لي نص ماك من حاجه زي نص ماك على حاجه يساوي واحد ماك اوف، ايوه اتش اوف زيم، صح؟ لو ناس شاطره هتقول لك صح، لو انت كنت فاتح نيتروس وسيبه بان ماك اوف سيبه او ماك نيتروس. طب افرض قال لك اذر سيرد نون يوزد ان ذيس بيشنت انيليشن انستيك، يعني قال لك عيان فاتح له نص ماك نيتروس ونص ماك سيبه، فكانه واخد واحد ماك من ايزو. صح يا عم، وماله؟ ما احسن كلمه واحد ماك من انيليشنال يعني العيان نايم تماما، ونص ماك من واحد ونص ماك من واحد تاني يعني العيان هينام. هو قال لك العيان هيكون نايم بالايزو؟ لا، هو قال لك كانه واخد واحد ماك اوف اني جاز اني نيشن انستيك. فهمت. تيجي نلعب لعبه تانيه برضو تحت قصه ان الماك اديتيف. المثال اللي بيتقال دايما بتاع ادي نص ماك من حاجه بقى نص ماك من حاجه تانيه، طب ما تيجي نغيره برضه. هفترض ان انا هدي نيتروس وسيفو، المره دي هقول لك ادي تلت ماك من النيتروس وتلتين ماك من السيفو، برضه هيديك واحد ماك اوف اتش اوف زيم او اني انيليشن انستيك، المهم العينه ينام. بجد والله، ازاي بتحسب تلت ماك تلتين ماك؟ سهله، انا عارف ان الماك بتاع السيفو 2%، افتح موبايلك وطلع الاله الحاسبه وهات 2 اضربها في 2 يطلع لك رقم 1.3، يعني لما تفتح السيبو على تركيز 1.3 انت كده مدي 2 ماك. ونفس الكلام هنا، اضرب التلت في 105 يطلع لك 31.5 تقريبا. طبعا النيتروس بيبقى باصص على الاكسجين، يعني ممكن تعملها 33%
66% اللي هو التلت وتلتين الاكسجين. فلو فتحت نيتروس اوكسجين ريشيو تلت وتلتين، انت تقريبا عامل 33% كونسنتريشن اللي هو تلت ماك، وتحصل في الاخر على الافكت ده. بقيت انت معاك مفاتيح اللعبه. تمام تمام جدا. في ماك اخرى؟ ايوه طبعا، عندي حاجه اسمها ماك 95 ودي مهمه جدا، وحاجه اسمها ماك انتيوبيشن، وحاجه اسمها ماك اويك. خلينا في الاهم اللي هي ماك 95. تعرفها المينيمم الفيرال كونسنتريشن اللي ينيم العيان بنفس الشروط ان 95% اوف ذا بيبل. واو، اكيد دي اقوى واكبر من الماك العاديه، لان الماك العاديه كانت 50% من الناس بس. يعني هنا العيان بينام بنسبه 50%، هنا العيان بينام بنسبه 95%. حلو قوي. تعرف ان هي دي الاي دي 95، ما هو نفس الفكره زي ما كانت الماك هي الاي دي 50، فبرضه الماك 95 هي الاي دي 95 اللي بيسموها افكتيف دوز من الانيشال اناستيك. يعني عينك غالبا، شوف بقول لك غالبا مش 100%، غالبا هيكون نايم. طب انت بتقول لي دي اكبر من الماك، طبيعي ده 95 من الناس بيناموا عليها، تعمل كام؟ لقوا ان الماك 95 تعمل 1.3، يعني 1/3 من الماك العاديه. فاهم مالي بالراحة؟ أقول لك يا سيدي، يعني السيبو حبيب قلبنا اللي بشرح عليه على طول، السيبو الماك العادية بتاعته، وأقصد ماك عادية يعني ماك 50، 2%. أنا عايز أدي 1/3 الماك ده، يعني مرة وتلت. سهلة جدا، طلع الآن الحاسبة بتاعتك، هات الاتنين اضربها في 1/3 تطلع 2.6، يعني تفتح السيفو على تركيز 2.6 ينيم العين ده بنسبة 95%. طب الاتنين الاولانية اللي انت كنت بتفتح ينيمه بنسبة 50%، هو ده يا سيدي الماك 95. حلوة قوي. في ناس بتنيم على ماك على طول والعين مبقاش مريح معاها، اطلع حضرتك للماك 95، اطلع بتركيزك من الاتنين للاتنين وستة مثلا. في ناس يقول لك طب انا ليه افتح كونسنتريشن؟ خلي بالك اللي انت بتفتحه للعيان في الدايل ده اسمه كونسنتريشن، ما اسمهوش ماك. الكونسنتريشن اللي انت بتفتحه هل يساوي بقى واحد ماك ولا اكتر ولا اقل؟ تاني، الكونسنتريشن اللي انت بتختاره في الدايل ده مجرد كونسنتريشن، ممكن يكون يساوي الماك بتاع الانهيريشنال ده او اقل منه او اكتر منه. ناس بقى بتحب تعمل ايه؟ يقول انا هبدا بماك 95 على طول، انا عارف الماك 95 بتاع السيفو 2.6، فاول ما افتح للعيان هفتح على 2.6 واكمل العمليه على 2.6 عشان اضمن ان عياني نايم على طول. اقول له طب ليه ما تبدا بالماك العاديه اللي هي 50، العيان ريح خليك عليه، ما ريحش اطلع ليه الماك 95. طيب في ناس بقى بيعملوا ايه وهم مش واخدين بالهم؟ والله العظيم الكلام ده بيحصل، وشفته من اطباء تخدير كتير وكبار. تلاقيه فاتح سيفو على 2% وفاتح نيتراس على 30%، يعني اكسجين نيتراس 70-30. اقول له انت عارف انت عامل ايه حضرتك؟ انت مدي واحد ماك من السيفو ومدي تقريبا تلت ماك من النيتراس، يعني العيان ده بخاصيه الاديتيف فاليو اوف ماك بياخد 1.3 ماك، كانه بياخد 1.3 ماك من النيتراس او 1.3 ماك من السيفو او 1.3 ماك من اي انريشن انستيك اخر. كده انت بتدي له ماك 95. اقول له انت قاصد ولا جت معاك كده؟ اغلب دكاتره التخدير بتيجي معاهم كده. المشكله مش في كده، المشكله ان انت ممكن تكون مزود في الكونسنتريشن بتاع ده او ده، وتلاقي نفسك بتدي 2 ماك. هل انت محتاج تدي 2 ماك للعيان؟ العيان ده بتديله اوفر دوز من انهيليشن اناستيك حضرتك، مش محتاج في الوقت الحالي طول ما انت بتعمل مينتنس عادي. ممكن العيان وقت ما يصحى ولا حاجه وعايز تعمل رابيد ديبريشن فبتزود الماك بتاعه، اوكي ده حاجه ثانيه. فهمنا اللعب في الماك يكون ازاي؟ حلو قوي. طيب عندي ماك اسمها اويك، يعني ان ليش انسيت الكونسنتريشن في الالفيولاي اقل حاجه تسمح ان العيان يكون اويك لدرجه انه يستجيب لاوامرك، ريسبوند تو الفولونتري كوماند، افتح ايدك افتح عينك. احيانا بنحتاج كده في العمليه. ايه ده؟ ده انت كده مش عامل سي ان اس ديبريشن بالقدر اللي احنا متعودين عليه. الماك ده خفيفه فعلا، دي تقريبا 30 او 40% من الماك اللي احنا متعودين عليها، تلت الماك بتاعتنا في الرينج ده. طيب عندي ماك اسمها ماك انتيوبيشن، يعني ايه؟ ماك تسمح لك بالانتيوبيشن للعيان، بس الكلمه الاهم وزاويت ماسل ريلاكسنت، ولازم تقول برضو ان 50% من البيبر. عارف يعني ايه وزاويت ماسل ريلاكسنت؟ اصلا العيان مش واخد ماسل ريلاكسنت عشان تتيبه معتمدا على اي في اناسيتك او انهيليشنال اناسيتك، معناه ان انت بتعلي الدوز بتاع الاثنين دول.
لان المصري ريلاكسن بتعمل لك ريلاكسيشن بتعرف تطيب العيان. طب ما فيش مصري ريلاكسن لعمليه ما مش محتاجين ندي فيها مصري ريلاكسيشن ودول كتار قوي، هتضطر انك تزود الجرعه بتاع الاي في او الانهليشن، يسموا الجرعه دي ساعتها ماك انتوبيشن. تعتقد هتكون نفس الجرعه ولا ازود؟ لسه قايل لك ازود، يعني هتكون قد ايه من الماك؟ احنا بنعتبر الماك 50 يا شباب، ده الريفرنس بتاعنا. فقالوا لنا الماك انتوبيشن دي اكيد اكبر من الماك العاديه. قد ايه؟ لو انت بتتكلم في بيديا فالماك انتوبيشن هتلاقي 1.3 ماك، وكانها ماك 95. ايوه، اما ادلت لا، ده انت هتوصل لتلاتة ماك عشان تعرف تطيب العيان من غير مصر ريلاكس. انا لو عندي سيفو ونفترض ان انا هدي اكسجين بس مش هدي نيتروس، عايز اطيب العيان على السيفو من غير مصر ريلاكس، محتاج تديله كام ماك؟ 3 ماك. الماك بتاعتنا كام؟ 2%. ده معناه انك هتضرب 3 في 2% يعني هتفتح العيان ده على 6% غير ما تطيب العيان. جميل جدا، كل الكلام اللي انا قعدت اشرحه لك موجود في الاستاذ الجميله ديت، تقدر تقراها وتستمتع بيها. في حته هنا هي الجميله عايز اقول لك عليها. بص، فاكر الماك 95 اللي فيه بعض الناس بيحبوها؟ انا نفسي بحبها بس احب اوصل لها ما ابداش بيها. وعملت لك لعبه كده بيني وبينك، مش انت عايز تدي 1.3 ماك؟ ايه رايك ما تدي نص ماك من النيتروس اللي هو تركيز 53% مع 8 ماك من السيبو؟ اشمعنى احسن نص زي 8 ديك 1.3؟ طب 8 ماك من السيبو تعمل كام؟ 1.6 كده. انت اديت اي دي 95، جربها بكره باذن الله عز وجل. افتح نيتروس 50% واكسجين 50% وافتح السيبو على 1.6 كده، انت بتدي الماك 95 من السيبو، هتلاقي عينك مريح جدا بنسبة 95%. في كورس دكتور محمد مجدي انت عملاق والمعلومات اقزام. بعد ما خلصت لك كل الكلام الجميل ده بتاع الماك، نيجي بقى نسأل سؤال، الماك ده ممكن تزيد او تقل؟ هل في فاكتور تعمل القصة دي؟ قلت لك اه طبعا. بالمناسبة صح، اجهزة كتير بتقرا التوتال ماك سواء بتدي انهليشن واحد او اتنين، انا شغال على الجهاز كده. اقول لك الفكرة، ما تحفظش يا عزيزي، اي حاجة بتعمل برين ستيموليشن هتحتاج تدي جرعة اكبر من الاناسيتك عشان تعرف تنام البرين ده، صح؟ يبقى كل الفاكتور اللي بيزود الماك تيجي تحت خانة سي ان اس اكزايتيشن او ستيموليشن، مش برين بس، سي ان اس كله. والعكس صحيح، اي حاجه بتروح تهبد البرين او سي ان اس تعمل سي ان اس ديبريشن او انيبيشن، فاكيد مش هتحتاج تدي كونسنتريشن كتير من انش عشان تنام العيان. كلام منطقي. نبدا ناخدهم واحده واحده. ايتم موجودين يمين وشمال، وفي بعض الايتم هيكونوا موجودين في خانه ومش موجودين في الخانه الثانيه. التمبريتشر يا عزيزي، كل ما بيزيد كل ما يعمل سي ان اس اكسيتيشن، فتزود الماك مع واحد فيبرش وتقلل الماك مع واحد هايبوثيرميك بنفس الفكره. الايدج نقطه مهمه هنا بقى، كل ما السن يكبر ويبدا صاحبنا بقى إلدر، كل ما السي ان اس لوحده بيحصل له انهبيشن وبالتالي ممكن تنيمه بيدوز اقل يعني بماك اقل. قالوا لنا قاعده جميله قوي، بعد سن 6 الماك بتقل 6% مع كل ديكيد، يعني كل 10 سنين. يعني ايه 6%؟ 6% من القيمه الاوليه بتاعتها. يعني واحد كان في الثلاثينات من العمر وتحول الى الاربعينات الديكيد اللي بعده، الماك بتاعته تقل 6% من القيمة الأولية. لو أنت كنت هتفتح له أيزو اللي الماك بتاعته 1.2، تضرب الواحد واتنين في 6% تعرف يطلعوا كام، وده القيمة اللي هتقل عن الماك. أما الناحية التانية، الماك بيزيد في اليانج إيج، أكتر ماك بنوصل له عند عمر 6 في الإنفانت. وكان في كذا تفسير، منها زيادة البادي سيرفيس اريا وزيادة الميتابوليزم، بس أكبر ماك عند 6. طيب الكحول اللي متعود عليه من فترة كبيرة بيحصل ابنورمال اكزايتيشن، هتحتاج انك تزود الماك وانت بتدي العيان ده. العكس في حالة الاكيوت توكسيستي، بيبقى ديبريسد اكتر فتنقص الماك. ثايرويد لها علاقة بالميتابوليزم والسي ان اس، هايبر ثايرويديزم بتعمل ستيميليشن سي ان اس فتزود الماك، هايبو ثايرويديزم يعمل العكس تنقص الماك. صوديوم هايبر ناتريميا تزود لها الماك، هايبو ناتريميا تقلل لها الماك برضه عشان افكت على السي ان اس. هنا بقى خانه تخص نقص الماك، الارتيرا بلد بريشر والاكسجين والهيموجلوبين والسي او 2، ما لهمش كلام من ناحيه زياده الماك، لكن بالترتيب كده لو حصل هايبو تنشن البرفيوجن للبرين بيقل، يعني البرين حصل له شويه ديبريشن. لو حصل هايبوكسيا نفس الكلام، برين ديبريشن، الهيموجلوبين قل يعني انيميا، برين ديبريشن، سي او 2 زاد، ما سي او 2 عكس الاو 2، هايبوكسيا عند هايبر كابن على طول، كل ده بيعمل سي ان اس ديبريشن فنقلل الماك. طيب نيجي عند خانه الدراجز، هتلاقي
السمباثيتك لما يشتغل اكتر، ميتابوليزم اكتر، يبقى عامل زي ثايرويد كده، فهنزود الماك. فعشان كده السمباث وماي ميتك كلهم بيتا 1 اجونست، بيتا 2 الفا اجونست، هزود الماك. في حين السمباث وليتك سواء بقى الفا بلوكر، بيتا بلوكر، الفا اند بيتا بلوكر، هتنقص الماك. الامفيتامين عكس الكحول، الاكيوت توكسيستي تزود الماك، في حين ان الكرونيك ابيوز تنقص الماك. اللوكال انستيك بصفه عامه نقص معاها الماك اكسبت الكوكايين، زود الماك. ادويه تانية هحطها لك في خانه ديكريز الماك. تخيل ادويه اصلا بتعمل سي ان اس ديبريشن زي الاوبيويد، بنزودازيبين، بروبوفول، باربيتوريت، كيتامين، ايتوميديت، حتى واخدين نفس اللون، نايتراس، فيربامين، ليثيوم. ايه رايك لو قلت لك الفيو كرومو سايتوما؟ طب ما دي برضه بتزود الكاتوكيلامين بصفه عامه، فبرضه هتزود الماك معاه. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لالماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير.